أن عشماوي كانت قد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر الماضي في درنا شرقي ليبيا. نجحت الجهود المصرية في استعادة أو استلام الإرهابي هشام عشماوي المتهم في عدة قضايا وحوادث إرهابية قادها الإرهابي خلال الفترة الماضية. الجماعة واخدين قرار إن إحنا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة. هو وزير الداخلية يعتبر هو الرأس الأول في العملية دي كلها. الاستطلاع وزير الداخلية وأشوف عن إزاي هتم استهدافه. أخذت في فترة الاستطلاع بتاعته حوالي 10 أيام خطة مبدئية لاستهدافه. إن الإرهابي هشام علي عشماوي قد ارتكب الجرائم الآتية: أولاً المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. ثانياً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013. ثالثاً ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية. رابعاً تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات. خامساً استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة. سادساً اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013. سابعاً استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس. ثامناً اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم. تاسعاً تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرافرة. عاشراً ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود بالفرافرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014. 11 المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو صوير، الصالحية، القصاصين. 12 استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير. 13 تسلله إلى الأراضي الليبية رفقت بعض عناصر التنظيم وقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا. 14 تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي. هذا وقد قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها بجلسة الأربعاء 27 نوفمبر 2019 حضورياً بمعاقبة المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً. حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.